السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. أنا أتكلم معكم بمناسبة الموضوع المهم جدا وهي COVID-19 أو COVID-19. هي حقيقة، ليس هذا المرض أي شيء غير حقيقي، بل هي حقيقة موجودة. الناس يموتون، المستشفيات كلها مملوءة بالمرضى، وهذا مهم جدا نحن نتكلم في هذا الموضوع حتى نحفظ أنفسنا ونتقي من هذا الوباء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء. فعندنا فاكسين الآن موجود وهي محفوظ، وكذلك ليس محفوظ بل حلال، ما في أي شيء حرام في داخل هذا الفاكسين ومناعة. وثالثا، إذا كان عندك أي سيمتمز وأي علامات هذا المرض، تفضلوا إلى أطباء وإلى المستشفى عشان يفحصوكم، وإذا كان في أي مشكلة إن شاء الله لا نقع أنفسنا ولا آخرين في مشكلة، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا أن نحفظ أنفسنا وأهلينا وكذلك الإنسانية. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شكرا وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.